في جولة اليوم نستعرض معا أبرز ما نشرتموه أنتم هذا الأسبوع على مواقع التواصل، ونبدأ ربما بأنشط المستخدمين العرب على تويتر أي السعوديين، وهذا الفيديو الطريف المتداول اليوم لغزال تسابق سيارة بشوارع الرياض. وينك جاي من ضايق؟ الله انك ضايق يا حبيب. وين؟ اوي يا اخ، اليوم اجازه طلاب. وبعد إعلان شركة فيسبوك عن وصول عدد مستخدميها إلى 1 مليار مستخدم باليوم الواحد، نشرت دراسة دنماركية نتيجة اختبار مفاده أن الإقلاع عن فيسبوك لمدة أسبوع خفض نسبة التوتر عند 55% من المشاركين بالدراسة، وبلغ عددهم 1095 شخصا. وخلصت الدراسة أن الإقلاع عن فيسبوك أثرى حياة المشتركين بهذا الاختبار، كما أنه أبعدهم عن الأخبار السارة التي عادة ما يقتض فيها فيسبوك، ما يجبر المستخدمين على مقارنة حياتهم بالآخرين ويؤدي في الكثير من الأحيان إلى شعور بخيبة الأمل. وأيضا في الولايات المتحدة صورة متداولة للممثلة ميريل ستريب على فيسبوك، تقول فيها أنها تظهر الممثلة في إحدى القطارات بعد عودتها من تجربة أداء لفيلم وبطولة فيلم كينج كونغ عام 76، حيث قيل لها إنها قبيحة جدا لأداء الدور المطلوب حسب ما تروي الممثلة. وجاء في رد ميريل ستريب: آسفة لأنك تعتبرني قبيحة لهذا الدور، لكنك مجرد رأي واحد في بحر من الآراء، وسأبحث أنا عن موجة ألطف. ومليون ونصف المليون مشاهدة لفيديو نشرته هاوية فلسطينية مزجت فيه أغنية المطربة أديل الجديدة هلو مع أغنية كيفك أنت للمغنية فيروز. النتيجة في هذه اللقطات التي أشعلت مواقع التواصل هذا الأسبوع. وما عدت شفتها، وهلا شفتك كيفك انت.